أصلي وأتناول كثير ولكني مدخن كبير، فهل أنا مقبول؟ وأنت بتتناول وريحة الدخان في بقك وأنت بتتناول ولا إيه الحكاية؟ على فكرة اللي بيدخن ممكن واحد يشم ريحته لما يسلم عليه، فحاول إنك أنت تبطل التدخين، لأن مش أصول توجب عادة مسيطرة عليك، مش أصول توجب عادة مسيطرة عليك. ده في ستات بيتضايقوا لما يكون جسمهم مدخن، يبقى وشه في وشها ودخانه في حاجة صعبة. أنت متجوز ولا مش متجوز؟